المغربية لآثار واستتباعات وارتدادات الانقلاب أو محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت مساء أمس بتركيا والتي غطت على كل وكامل الأحداث في العالم بأسره. موضوعنا في هذا الجزء من التغطية متعلق بآثار وفشل الانقلاب وتداعياته عربيا ودوليا. مباشرة ورحب بضيفي في الأستوديو عن يمين الأستاذ طيب الغلوفي المختص والخبير في الشؤون المغربية. مرحبا بك أستاذ طيب. وكذلك الأستاذ محمد العربي زيتوت عضو أمانة حركة رشاد. مرحبا بك أستاذ العربي. معك أبدأ بداية، ما هي أهم الملاحظات التي بدت في خاطرك للوهلة الأولى وأنت تسمع بهذه المحاولة التي كانت تبدو في البداية وحسب وسائل الإعلام عربية وغربية أنها محاولة كبيرة جدا وأنه يكاد يكون انتهى رضوان أردوغان أو رجب طيب أردوغان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بل أن هناك قنوات كتبت أنه انتهى وحتى نشرت البيانات والبيان الأول وقالت أنه ربما قد ألقي عليه القبض. كانت هناك قنوات تابعت بعضها وكنت تابعت أكثرها على تويتر في حقيقة الأمر، كانت تأتي الروابط وتأتي التصريحات وتأتي الأحاديث، لكن ربما جملة من المباشرة الملاحظات كما تفضلت هي أن كان هناك غربيا كان هناك تمني أن ينجح الانقلاب. نعم. عربيا في أكثر الدول العربية أكثر الأنظمة العربية كان هناك تمني ودعوة. أين لمسته التمني؟ لمسته في وسائل الإعلام. لمسته في وسائل الإعلام. يعني عندما تأتي البي بي سي تعتبر طبعا رمز كبير للإعلام الحر في الغرب. نعم. لكن وأنا أسمع كنت في السيارة الساعة 10 أو 10:30 في القناة الرابعة راديو 4 اللي هي تعتبر من أفضل القنوات البريطانية بل ناطقة بالإنجليزية على الإطلاق. كان الصحفي يتحدث مع ضيف وكان الضيف هو رئيس قسم الشؤون التركية في البي بي سي. صحفي كان مبتهج وكان يقدم السؤال على أساس أنه نجح الانقلاب وأن في الحقيقة هذا يعني يستاهل أردوغان، هذا أنه طغيان، أنه سلطان، أنه وفتح جولن في الحقيقة كان صديقه وأنه اختلف معه وكان خلافات أصدقاء أدت إلى هذا. هذه في البي بي سي، فما بالك طبعا فوكس نيوز، فرانس 24 وسي إن إن إلى آخره، وحتى الجارديان الرصينة يعني عندما كانت تأتي وأنا تأتيني إشاراتها والأليرس نتاعها على الهاتف الجوال كانت الإشارات تأتي بشكل وكأن فيه يعني صياغة الخبر وهو خبر قصير وكأنه فيه نوع من الارتياح لما يحدث. بل أن السفارة الأمريكية في أنقرة كتبت على انتفاضة يقوم بها الجيش التركي. انتفاضة يعني المصريين طبعا سموها ثورة النظام المصري. كل هذا سكاي نيوز مثلا الإماراتية كان دابت بعيدة أنه سيطلب اللجوء في ألمانيا وأن طائرته كذا، بل حتى أنهم اليوم عادوا وتراجعوا عن ذلك وسحبوا كل التويتر تاعهم. العربية مثلا كانت يعني مقتبطة طبعا الميادين وعمائم طهران ومن يمثل من قنوات ذهبوا أبعد من ذلك. كان هناك وكأنها رغبة إقليمية عربية دولية تتمنى في أن ينتهي هذا الرجل. أستاذ طيب الغلوفي، ليس فقط وسائل الإعلام تحدثت بارتياح، يبدو حتى البعض قال هكذا صمت المسؤولين الأوروبيين والعرب كان يخفي في طياته نوع من الارتياح كذلك. هو الحقيقة عزلة أردوغان الأوروبية أصبحت ظاهرة منذ تقريبا سنتين أو ثلاثة. أردوغان اتهم أنه يحارب الصحفيين، اتهم انه يقود تركيا في اتجاه مناقض للمصالح الغربية، زاد حنقهم اكثر لما احس اردوغان بخيانتهم وعدم دعمهم له فذهب الى علاقات جديدة مع روسيا وهم الذين خذلوه في مواجهتها، وهم الذين اجتمعوا الحلف الناتو اجتمع من اجل تشديد الحصار على روسيا، اردوغان نقضهم وذهب ليفتح علاقات جديدة مع روسيا. يبدو انه خطوط التناقض ما بين الكتلة الغربية وما بين أردوغان وصلت إلى مرحلة ربما لا عودة بعدها. لذلك كما قال الأخ محمد العربي كما ظهر في إعلامهم في تصريحاتهم على أنه أردوغان أصبح لا يطاق، مطلوب إبعاده بأي شكل. وطبعا الديمقراطية التركية برغم أن النظام ديمقراطي
أراد الغربيون الآن وتورطوا في دعم الانقلاب من أجل إسقاط الديمقراطية. باراك أوباما بقي ينتظر كل الساعات حتى يتبين له، لأنه لو كان معارضا للانقلاب ومعارضا لإسقاط الديمقراطية في تركيا لكان الموقف صدر من البداية، ولكن لأنه كان ينتظر أن يسقط أردوغان وتسقط الديمقراطية في تركيا بعد أن تأكد له أن الانقلاب فشل، قال نحن ضد إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا. هذا الموقف الغربي المنافق رأيناه قبل التعامل مع تركيا، رأيناه واضحا في مصر، ورأيناه قبل ذلك في الجزائر. الديمقراطية يبدو أنها ممنوعة على منطقتنا، وما قامت به الثورة المضادة وما قام به الغرب من دعم لهذه الثورة يثبت مرة أخرى أن الديمقراطية يبدو أن الغربيون لا يرونها غير في بلدانهم ويمنعونها عمن سواهم. هذا الذي ثبت البارحة، ثبتت هذه القاعدة الأساسية في العلاقات الدولية، أن المنطقة الإسلامية والعربية لا يراد لها أن تكون حرة وديمقراطية لأنها تناقض المصالح الغربية. أستاذ الحمد العربي، صمت مطبق بعض سمها كذا، ذاك الذي صدر عن الدول العربية ما عدا قطر وفي آخر الليل المغرب، الدول العربية باقي الدول العربية لم تحرك ساكنا، كثير منها إلى حد الآن لم يخرج، والبعض منها منتصف النهار أعرب عن سعادته ببقاء أردوغان في السلطة. ماذا يعكس هذا الموقف؟ يعكس أنهم قد صدموا، أنهم قد كانوا في لحظات عندما انتشرت وهم إعلامهم وإعلام غربي آخر ساهم في تضخيم العملية وفي أنها نجحت، أطمأنوا واعتقدوا أن ذلك. وأنا أعتقد أن ربما كوس الشامبانيا قد أيضا امتلأت فرحا بما يحدث ما لدى كثير من أمراء الخليج ولدى جنرالات الجمهوريات، ولكن ثم عادت الأحداث التي تتحدث. لأن دعنا نتحدث أن هذا الموضوع كله تم في 4 ساعات، يعني ما بين 8 بتوقيت بريطانيا والجزائر و12 كان ثبت أنه فشل. 4 ساعات استطاع الشعب التركي وبعض الأجهزة القوية داخل تركيا أن تحبط انقلاب كان الأتراك. أنا استمعت لأحد المعلقين الغربيين الكبار على تويتر، كتب يقول ليس هناك انقلاب في تركيا إلا ونجح، وفعلا كان هناك انقلاب سنة 60، كان هناك انقلاب سنة 71، انقلاب سنة 80، انقلاب 97، وقبلهم أم الانقلابات وأكبر الانقلابات انقلاب أتاتورك على الخلافة العثمانية، برغم كل ما يقال على الخلافة العثمانية أو أشياء. إذن كان هناك رغبة دولية عربية. الثورة المضادة توجد اليوم في قلب العواصم العربية، توجد في قلب الرياض، توجد في قلب أبوظبي، توجد في قلب القاهرة، توجد في قلب دمشق، بغداد، الجزائر. هذه ثورات الذين يحكمون لا يريدون للشعوب أن تتحرر. وتركيا أصبحت رمز. أنا لا أتحدث عن أردوغان وقد تكون لنا بعض الملاحظات على بعض سياساته، لكن إجمالا أردوغان وهذا الانقلاب كان في الحقيقة ضد تركيا كدولة وكمجتمع وكشعب، وليس فقط ضد نظامها السياسي طبعا والذي هو رمز لها. وتركيا في الحقيقة وفي فترة ولا تزال تعتبر مدافع المستضعفين. سعود لك أستاذ محمد العربي الآن إلى إسطنبول. مشاهدي الكرام، معي من هناك محمد عثمان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ محمد، أنت من قلب حدث. ما هي أهم التفاصيل التي بدأت تتجلى الآن فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، من دبرها بالضبط، وما هي تفاصيل ما حصل ليلة أمس؟ نعم، أحييكم وأحيي ضيفك يعني في استوديو. مرحبا. أنا في أنقرة، يعني لست في إسطنبول. نعم أنقرة هي اللي حصل فيها أكبر مواجهة يعني. يعني كما قال ضيفك، يعني هذا كان الليلة الماضية ليلة مهمة جدا، كأننا عشنا حربا، يعني في عشنا حربا في العاصمة التركية. ولكن الحمد لله نجح الشعب التركي في إفشال هذا الانقلاب، والحمد لله اليوم يعني أبعد الخطر تقريبا 95%. هناك بعض الجيوب المقاومة
ونتمنى ان ينتهي طيب. الامر يعني. استاذ محمد عثمان اوغلو، استاذ محمد عثمان، هل لتوقيت هذا المحاوله الفاشله من دلاله؟ يعني طبعا هناك قبل هذا الانقلاب الذين قاموا بانقلاب هم يعني حاولوا انقلاب القضاء، انقلاب السياسي في تركيا، ولكن فشلوا. والآن يعني أنا أريد أن أقول هنا طبعا الكيان الموازي ما نسميه هنا، يعني التوتر الحاصل بين الحكومة ودولة التركية وكيان المواضي الذين يتبعون فتح الله جولان، هم هذه كان هذا كان السلاح الأخير بالنسبة لهم، لأنهم كما قلت فشلوا في قضاء في انقلاب القضاء وانقلاب السياسي، فلهم يعني هم كانوا يحاولون منذ عقود أن يتسربوا إلى الجيش ونجحوا يعني إلى حد ما، ولكن بعد المشكلة مع الدولة التركية وكيان الموازي كان الجيش تريد أن تريد ابتعاد هؤلاء الذين موجودون في داخل الجيش، وهذا كان يتم تقريبا بعد شهر نحن ما نسمي الشراء العسكري، يتم فيه الترقيات، وكذلك ابتعاد الذين لا يليق يعني داخل مؤسسات العسكرية، وكان من المنتظر أن يبعث أكثر من 1000 شخص الذين ثبت صلتهم بالكيان الموازي، ولذلك نفهم أنهم أرادوا انقلاب مصبق يعني. طيب أستاذ محمد عثمان، أستاذ محمد عثمان، واضح الأمس أنه ردود الفعل حتى الأحزاب المعارضة، الحركة الشعبية أو الحزب الشعب أو الحركة القومية، كلهم كانوا ضد هذا الانقلاب، كانوا مع مواصلة الشرعية، يعني خصوم سياسيون لكنهم وقفوا ضد الانقلاب. ماذا يعكس هذا، وهل سيغير هذا في طبيعة العلاقة بين معهم، طبيعة علاقة أردوغان وحزب العدالة والتنمية مع هذه الأطراف السياسية التي هي خصوم سياسية ولكنها وقفت مع الديمقراطية وضد الانقلاب؟ نعم، هذا كان هذه كان ميزة كبيرة جدا بالنسبة لإفشال هذا الانقلاب، رغم يعني خصوم بين الأحزاب السياسية بسبب وقوف حركتا المعارض السياسي مع الحكومة ومع الديمقراطية أفشل محاولات الانقلاب. يعني أنا أرى هناك 4 أسباب في إفشال الانقلاب. أولا، نزول الشعب التركي على الشارع تلبية لدعوة رئيس الوزراء ورئيس الدولة، وكما قال أخ الضيف أظن في الاستوديو، ليس كان هناك أي انقلاب ولا ينجح يعني. كل الانقلابات يعني نجحت في السابق. كل الانقلابات يعني السابقة نجحت، يعني في 1969 1960 1971 1977 حتى لم يطلق أي رصاص يعني ضد الجيش. انقلاب المذكرة يسمي يعني يسمي انقلاب المذكرة. نعم. طيب ما هو السبب الثاني أستاذ، حتى أختم معك، ما هو السبب الثاني في إسقاط أو فشل هذا الانقلاب؟ يعني السبب الثاني وحدة السياسي كما قال الضيف هناك، يعني الحزب القومي الحركي وكذلك الحزب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري كذلك وقفوا بالديمقراطية. والسبب الثالث وقوف موقف الإعلام، وسائل الإعلام
مع الديمقراطيين والجمهورية وكذلك شرطة يعني. هذه أربع أسباب أدت إلى إفشال الانقلاب في تركيا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عثمان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من أنقرة. أستاذ طيب أعود إليك فيما يتعلق بهذا الانقلاب الأخير، أول انقلاب تقريبا بهذا القوة يفشل في تركيا، الآخرون يعني كانوا ناجحين، انقلاب كنعان كان دموي حتى وضرب المثل به، أكثر من 200 شخص قتلوا إلى غير ذلك. ما الذي يمكن تستفيده الآن الأمة العربية أساسا، الشعوب العربية والحكام العرب من هذا الانقلاب، من فشله ومن كيفية مواجهة هذا الانقلاب؟ هو الحقيقة الدروس الانقلاب ستكون كبيرة، والدرس الأول، قبل لا يكون للانقلابيين ولأهل السلطة، يجب الدرس الأول أن يكون للشعوب العربية. الشعب قادر على إسقاط الانقلاب إذا ما توفر الوعي وتوفرت الوحدة، والحديث على أنه الجيش مؤسسة لا يمكن مواجهتها هذا كلام لم يعد ذا معنى. الانقلابات يمكن أن تسقط، الجماهير وقفت ضد الدبابات في تركيا، رأيناهم البارحة، الدبابات يمكن أن تستفيد، يمكن أن تستفيد من الجبن، ولكن لما ترى التصميم وتعرف أنه التكاليف الانقلاب ستكون مدمرة على المؤسسة العسكرية يتراجعون. أنت تعرف، أعطيك مثال الذي جرى في انقلاب مصر، رأينا الجماهير في 30 يونيو وقفت وساهمت في فتح الطريق أمام انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، ولكن كان السؤال الكبير أين الجماهير الأخرى؟ وهي لم تكن جبانة، أين جماهير الأخرى التي تدعم محمد مرسي؟ لماذا لم تقف أمام مقاصد الاتحادية وتحمي الديمقراطية؟ هنا يجب أن نفهم الناس، الوعي، بالحرية وبالديمقراطية. ولذلك قالوا أن نحن نريد أن ندخل البلاد، قصدي أنصار الرئيس مرسي، في فتنة، ودفعت البلاد تكاليف باهظة لنجاح الانقلاب، لأنهم لم يريدوا أن يدفعوا القليل أيام المظاهرات يونيو. نفس الشيء حصل في الجزائر، لو كانت يعني طبعا ثم معارضة كان لانقلاب الجزائر في 1992، ولكن ما دفعته الجزائر بعد الانقلاب كان يمكن لو اتحدت القوى السياسية الجزائرية وحمت البرلمان ووقفت ضد الانقلابيين، ما كانت الجزائر لتعرف عشرية سوداء يموت فيها ربع مليون. يعني عمليا الآن دائما تكاليف مواجهة الانقلاب إبدانها كان دائما سيكون وسيكون دوما أقل كلفة على البلاد من نجاح الانقلاب، وتبدأ البلاد لتنتهي عمليا في الفوضى وفي التخلف. طيب قبل أن أعود للنقاش، نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي فيه بعض من ردود الفعل الدولية والعربية. دعت القوى الديمقراطية إلى احترام النظام الديمقراطي في تركيا إثر المحاولة الانقلابية التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة فشلها. أما عن ردود الفعل والمواقف الدولية من محاولة الانقلاب التي طالت الشرعية في تركيا بدءا بأمريكا، فإن الرئيس باراك أوباما دعا الأطراف كلها في تركيا إلى دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وزير خارجيته جون كيري أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تدعم بنحو مطلق المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب بعودة السلطة المدنية والنظام الدستوري سريعا وسلميا بما يتفق والمبادئ الديمقراطية. حلف شمال الأطلسي دعا إلى الاحترام التام للمؤسسات الديمقراطية في تركيا. رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي طالب باحترام النظام الديمقراطي في تركيا وأمل في عودة الوضع إلى طبيعته بسرعة. الكريملين الروسي عبر عن قلق بالغ من الأحداث في تركيا، وأضاف أنه وجه المسؤولين لمساعدة المواطنين الروس في تركيا على العودة في أقرب فرصة. وبينما كانت المحاولة الانقلابية لا تزال جارية، قال الكريملين إنه يمكن مناقشة منح الرئيس التركي اللجوء السياسي في حال طلب ذلك. الاتحاد الروسي أعلن دعمه الكامل للحكومة المنتخبة ديمقراطيا ومؤسسات البلاد ودولة القانون في تركيا،
متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا دعا إلى احترام النظام الديمقراطي في تركيا. وزير خارجية بريطانيا الجديد بوريس جونسون قال إن بلاده قلقة من الأحداث في تركيا. الخارجية الفرنسية دعت إلى احترام النظام الديمقراطي وتجنب العنف. رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان وأعلن دعمه الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثنى على دفاع الشعب التركي على ديمقراطيته وقال إن ذلك يظهر أنه لا مجال للانقلابات في المنطقة. وزارة الخارجية المغربية عبرت عن رفض المملكة المحاولة الانقلابية في تركيا ودعت إلى الحفاظ على النظام الدستوري فيها. الرئيس السوداني عمر البشير اتصل بالرئيس طيب أردوغان مدينا أولا ثم مهنئا بإفشال الانقلاب. الرئيس الصومالي والبرلمان أدان المحاولة الانقلابية في تركيا وعبر عن دعم الصومالي للرئيس أردوغان. في تونس نددت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وتونس الإرادة بالمحاولة الانقلابية في تركيا محذرة من المسلك الانقلابي الخطير. إذن أعود أستاذ محمد العربي زيتوت من الأشياء التي فعلا أشار إليها الأستاذ طيب قبل قليل ولاحظها الكل، الوقفة الشعبية، الهبة الشعبية بعد اتصال هاتفي بسيط كانت وسائل الإعلام كلها تحت سيطرة الإنقلابيين فأنقذ تركيا الآيفون كما قال البعض. يعني لو أردنا أن نقارن بين سوريا وبين تركيا، البعض ضرب مقارنة قال الأسد قابل شعبه بالدبابات وأردوغان قابل الدبابات بشعبه. قوة الشعب في حماية خياره الديمقراطي. نعم، سؤال وجيه، لكن قبل أن أجيب عليه أضيف فقط شيء للتقرير لم يقله التقرير، وهو أن ما ذكر من مواقف جاءت بعد أن ثبت فشل الانقلاب. نعم، متأخرة جدا. متأخرة جدا، بل أن المواقف التي وقد ذكرنا ربما بعضها، المواقف التي جاءت أثناء الانقلاب كانت متمنية أو حتى داعمة له. وأوباما كان يريد يدعو الطرفين أو الأطراف في تركيا إلى عدم سفك الدماء، وكان هناك يعني الانقلابيين أصبحوا طرف مع حكومة شرعية شعبية فاز رئيسها بانتخابات هائلة شارك فيها أكثر من 87% من الشعب التركي في أول نوفمبر السابق أو بداية نوفمبر. والمهم الاستقرار بالنسبة طبعا الاستقرار الاستعماري، هذا مهم جدا، أو الاستمرار الاستعماري. شوف، هذه هي في الحقيقة مربط الفرس، قوة حقيقية. ماذا فعل أردوغان؟ ومن قبله كان أربكان حتى رحمه الله، يعني كان بدأوا فيما يسمى بالإنجليزية بإمباورينج ذا سوسايتي، تقوية المجتمع، بناء المجتمع، في التربية، في التعليم، في الاقتصاد، في بنوا اقتصاد، حاولوا في بناء اقتصاد خاصة مع وصول أردوغان باقتصاد قوي، فتحول تركيا من رقم 90 تقريبا في الاقتصاد العالمي إلى رقم 16، والآن يتكلم على رقم 15، وواحدة من أكثر دول نموا في الاقتصاد في العالم. قوة في الناتو. نعم، سابع قوة عسكرية في العالم. في أوروبا الآن لا تتجاوزها إلا ألمانيا من حيث القوة الاقتصادية في النمو. بناء تحتية كذلك. البناء التحتية. أنا أعرف اسطنبول من 86، أعرف تركيا من 86 وزرتها عدة مرات، تغير هائل. الجزائر كانت أفضل بكثير من تركيا في الثمانينات من حيث البناء التحتي ومن حيث حتى من حيث تربية الشعب، حيث من حيث نظافة الشوارع. حتى انظر الجزائر اليوم أين تحولت، وانظر تركيا التي ليس لها بترول بل تشتري البترول تماما من الخارج، بينما الجزائر لا تبيع إلا البترول. هذا كمثال بسيط. إذن empowering the society أو تقوية المجتمع أدى إلى أن النظام الحاكم قوى المجتمع، قوى الشعب، فإذا بالشعب هو الذي ينقذ النظام الحاكم عندما يتعرض للخطر. شايف كيف رجعت؟ لأن وهذا قلته أنا أكثر من مرة، ليست الجيوش التي تدافع عن الأوطان إنما الشعوب، ليست الجيوش التي تدافع عن الدول إنما الشعوب، لأن هؤلاء الجيش دليل يقوم بالانقلاب. يعني في تونس الشعب أسقط ديكتاتورية ما كان واحد يتصور أنها تسقط. بالضبط. في تركيا حمد ديمقراطية وأسقط الانقلاب. بالضبط. ولذلك هذا هو مربط الفرس. أحيانا هناك صنم لهذا للجيوش. الجيوش يجب أن تكون في خدمة الشعب ومنبثقة من الشعب وهي عند الشعب، مش فقط الجيش، حتى الحاكم. الحاكم هو موظف عند الشعب، هو ليس صنم أنت لا تعبده. المدخلية اليوم تعبد الحكام، وهذا الذي ينشره الأمراء الخليج، يريدون نشر فقه
عبادة الحاكم، بحيث أن الحاكم ولو ضرب ظهرك ولو جلد، طبعا هم يقتسمون وحد الحديث ويأتون به مجزأ وخارج من نطاقه، بينما القرآن كله آيات صارخة ضد الظلم والظالمين والطغيان، الأحاديث النبوية كلها صارخة ضد الظلم والظالمين والطغيان، لكن يأتونك ويمجدون. ما فعله هنا النقطة، ما فعله أردوغان هو أن أعطى للشعب التركي تلك الحريات، وفتح المجالات، وفتح التربية، وفتح اللغات، وفتح العلم، وفتح، فإذا بالشعب يقوى، وعندما يقوى الشعب يدافع عن نظام الحكم وعن الدولة وعن البلد وعن كل شيء. بل أنه واجه الجيش الذي كان المفروض يدافع عن تركيا، فإذا بالشعب هو الذي يواجه الجيش ويسقط الانقلاب، وهنا القوة، وهنا التي الدرس العميق الذي يجب أن نتعلمه. نعم أستاذ الطيب، فيما يتعلق بنفس الموضوع وهو قوة الشعب في حماية الديمقراطية، لماذا نجح الشعب التركي في حماية هذه الديمقراطية وفشل الشعب المصري مثلا اللي هو أكثر عددا من الأتراك في حماية ديمقراطيته؟ هو الحقيقة السؤال إذا سمحت لي الإجابة مركبة هنا. أولا ثم جانب متعلق بالوعي السياسي، بالثقافة السياسية في البلد، وثم جانب ثاني، الثقافة السياسية طبعا المقصود بها ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، وثم جانب ثاني متعلق أيضا بعامل يجب هنا الانتباه إليه جيدا، هو عامل الخارج. ليش؟ يجب أن تعرف أنه القوة اللي حكى عليها الأخ محمد العربي، القوة التي تحصبحت عليها تركيا، هذا أهلها أن تكون موقفها أكثر استقلالي. هذا جانب. الجانب الثاني الأوضاع في مصر من حيث الثقافة السياسية، ما زالت تستطيع أن تقول أن الديمقراطية والحرية السياسية ما زالت لا هي في داخل النخبة تجد قبول كامل، ولا حتى في داخل الشعب تجد قبولا كاملا. لا تنسى أن النخبة السياسية الآن البرادعي وقف في جبهة الإنقاذ من أجل إسقاط محمد مرسي، البرادعي استعمله الانقلاب، ثم الآن هو هارب في فيينا، 6 أبريل أغلب قياداتها في السجن أو هاربون هنا في لندن. انظر كيف استعمل الجيش النخبة السياسية المفروض تدافع عن الديمقراطية وتقف في وجه الانقلاب بكل ما تم. هذا لم يحصل. إذن الجيش استطاع أن يستعمل جزء من النخبة، جنرالات الجيش، إذن استعمل النخبة من أجل الوصول للسلطة في أكبر عملية خداع وتحيير. نفس الشيء حصل أيضا في الجزائر، الجيش جاء واستعمل كثير من النخبة الحاكمة والطبقة السياسية استعملها ضد الانتخابات، ورأينا الإعلاميين الذين يقولون أنهم ومفكرون وسياسيون يقولون أنهم علمانيون ديمقراطيون مع الحداثة في الجزائر يقفون مع نظام عسكري دموي أدخل الجزائر في ليل بهيم. هذا كله دليل على أنه الثقافة السياسية عند كثير من نخبنا ثقافة مغشوشة، أغلبهم يشتغلون عن، اسمح لي في هذه الكلمة وأنا هذا موقفي الشخصي، أغلبهم يشتغلون عند السفارات، وأغلبهم يطالبون بالديمقراطية كأصل تجاري. يعني عمليا لا يقبل الديمقراطية إذا أتت به للسلطة وإذا يستفيد منها تجاريا، يدخل عمرق الباب. أما إذا الديمقراطية جاءت عند الإسلاميين لا يقبلها ويصبح انقلامي ويقول الجيش تعالوا خلصونا من الديمقراطية. أستاذ العربي، فيما يتعلق بالموضوع الجزائري، أين أخطأ الجزائريون في حماية مسارهم الذي كان أول تجربة عربية في الديمقراطية؟ شوف، في 92 في الحقيقة الشعب الجزائري خرج في مظاهرات، وظلت المظاهرات حتى مقتل بوضياف، يعني ظلت المظاهرات وقامت مثلا في الجامعات، كانت قلب المظاهرات وقلب الاحتجاج، ولذلك تم تدمير الجامعة. الآن الجامعة تقريبا نس، إذا وجدت العدس وجدت وين ترقد، هذا هو الأصل. كانت مظاهرات شعبية، الناس تخرج كل جمعة خاصة، وكان يقتل كل جمعة، يقتل الجزائريين. ووقف مثلا الجبهات الثلاثة، سواء الجبهة الأولى التي فازت، الجبهة الإسلامية، أو الثانية جبهة القوى الاشتراكية، أو جبهة التحرير حتى التي خسرت، وقفوا ضد الانقلاب. لكن كانت هناك طبقة إيديولوجية اعتقدت من أنها عندما تقطع الطريق على هذه الانتخابات ستأخذ هي السلطة، وبالفعل بعضهم طبعا وضعوا له فيما بعد ما يسمى بالسي ان تي، المجلس الانتقالي. مثلا حزب الRCD، مثلا حمص كانت تسمى حماس آنذاك، مثلا غيرهم دخلوا
تحالفوا مع، بل وجدنا أحدهم يقول رحم الله الدبابة التي حامت الديمقراطية. يعني انظر، وكأنك تقول رحم الله الشيطان الذي يدعوننا إلى الإيمان، يعني التناقض المطلق، وكأن الماء والنار تمشي مع بعض. الانقلابات، كبار العسكر لا يحسنون إلا الحروب، يحسنون إلا الهدم. قد يدافعون على الوطن ضد المعتدي، لكنهم لا يستطيعون أن يبنون. ولذلك في الجزائر ماذا فعل الانقلاب؟ أكل كل الذين دعموه، بل يأكل اليوم الذين قاموا به. نزار اليوم يشتكي من قضية حرية التعبير، يشتكي من أنهم يريدون أن يغلقون فمه. هل الطبيعة الانقلابية لدى قيادات الجيش الجزائري وقتها في التسعينات ما زالت موجودة الآن؟ في ما زالوا مستعدون؟ لا، انتهت. انتهت الإيديولوجيا في الجزائر، انتهت الإيديولوجيا، انتهى الفكر الاستئصالي. الآن كان الفكر الفساد الاستئصال الناعم ليقوم به بوتفليقة وقام به بوتفليقة. نعم. والآن فيه ناس يبحثون على المال. يعني وش حدث حتى حتى قادة الجيش الجزائري اليوم؟ قادة الجيش الجزائري مليونيرات. يعني أنا أتحدث على كبار الجنرالات، مش أتحدث على الجنرالات ككل، مش على كبار وبعض العقداء تاع المخابرات. مليونيرات، والمليونيرات مش بالدينار الجزائري، بالدولار وباليورو. كاين منهم اللي يملك 20 50 70 مليار 70 مليون يورو، اللي هو يعادل إذا. فهؤلاء إذا شئت انتهى دورهم الإيديولوجي. لكن اللي موجود اليوم، احتمالات انقلاب في الجزائر قائمة اليوم، قائمة وقائمة بشكل كبير، لأن هناك صراع داخل الجيش ما بين من يعتبر قايد صالح باللي لا يساوي شيء، وأنه في الحقيقة جاهل وأمي وفاسد، والذين يناصرون توفيق ويناصرون نزار والتيار اللي كان سابقا استئصاليا. فهذه قائمة. لكن ما أريد أن أشدد عليه وأثبت هو أنه في نهاية المطاف الشعوب هي التي تحمي البلدان وتحمي الدول حقيقة، وإنما الجيوش يجب أن تظل في خدمة هذه الشعوب. طيب، إلى الجزائر الآن معي من هناك مدير جريدة الفجر السيدة حدة حزام. سيدة حدة، مرحبا بك. بداية، ما هي ردود الفعل، أو كيف كانت ردود الفعل في الجزائر بعد محاولة الانقلاب في تركيا، المحاولة الفاشلة؟ مساء الخير. أولا، ردود الفعل رسميا ليست هناك ردود فعل يعني تستحق الذكر، باستثناء بعض الأحزاب الإسلامية المحسوبة على التيار الأردوغاني التي أدانت الانقلاب ورحبت بانتصار بين قوسين أردوغان على خصومه. في مواقع التواصل الاجتماعي هناك فئتين، فئة تصفق لما حدث وفئة تناصر أردوغان، مثل ما هي موقفهم من كل القضايا العربية والدولية. في الإعلام ما زلنا ما شفناش ردود فعل كما يجب، باستثناء بعض القراءات التي ترى أنه سيناريو يعني أعده أردوغان للتخلص من خصومه داخل الجيش، خاصة وأن المعروف أن الجيش التركي منقسم بين علمانيين الأوفياء لمرحلة ما قبل أردوغان، وبين أتباع أردوغان، وأيضا التخلص من من اتهمهم بالتسمية، وهم أتباع فتح الله جولن الذي اتهمه بأنه هو من يقف وراء الانقلاب. سيدة حدة حزام، رأينا الأمس ردود فعل الأحزاب السياسية اللي هي خصم إيديولوجي وسياسي لأردوغان، حزب الشعب التركي، الحركة الديمقراطية، كلهم كانوا مع النظام الديمقراطي، مع الشرعية، وضد هذا. نعم. الانقلاب. ماذا يعكس هذا؟ لماذا لم تساند هذه الأحزاب التي هي خصم إيديولوجي الانقلاب؟ لماذا لم تعتبرها فرصة للتخلص من خصم قوي وهو أردوغان إلى الأبد، وعودة مثلا حزب الشعب إلى حكم تركيا مرة أخرى؟ لا أعتقد، من معذرة، لا أعتقد أن هناك يعني عاقل يؤيد أي انقلاب مهما كان، يعني حتى وإن كان المراد بإسقاطه هو أردوغان، لأن الأتراك سئموا من الانقلابات ويعرفون ومارسوا حكم العسكر، ويعني العسكر الجيش التركي لديه ملفات ثقيلة في الفساد، ولا أعتقد أن هناك عاقل أو سياسي محنك في تركيا أو في غير تركيا يؤيد عودة الجيش إلى الحكم، وهذا
كلنا ما كنا نخشاه حتى وان كنا يعني ضد الكثير من سياسات اردوغان في المنطقه، الا ان عوده الجيش وعوده يعني رهن اراده الشعب عن طريق الدبابه شيء مخيف، وكنا خائفين حقا على مصير تركيا، خاصه بعد ان وجه اردوغان نداء للشعب للخروج لمواجهه الجيش، خفنا ويعني مسكنا اسئدتنا ان تتحول الى حمام دم ويتقاتل الشعب مع الجيش وتكون يعني تكون سيدة حدا حزام في التسعينيات القرن الماضي حينما اراد الشعب في الجزائر الخروج لحمايه الديمقراطيه، واجه البعض يقول هكذا الجيش بقوه، وصار هناك حمام من الدم اختلط فيه الغث بالسمين المخطئ مع المصيب. الجيش التركي حينما خرجت الناس لحظة بس خليني نكمل السؤال. يعني في تركيا الأمس حينما نزل الشعب الجيش انسحب وسلم نفسه للشعب وللشرطة، يعني السؤال موجه إلي أو لمن؟ إليك تفضلي. أنا أعتقد وهذه قراءاتي في مقالي اليوم الغد، أعتقد أنه سيناريو، وأنا أعتقد يعني جزيمة أن أردوغان هو من خطط لهذا الانقلاب أو سيناريو الانقلاب لدعم شرعيته يعني تحييد خصومه، سواء كان داخل مؤسسة الجيش أو في مؤسسة خدمة أو أتباع فتح الله غولن. أنا يعني لدي يعني تحفظات كبيرة على هذا الانقلاب، لأنني شفت رأيت فيه أنه انقلاب هواة، ولا أعتقد أن عسكريين محنكين يسلمون أنفسهم بهذه السهولة إلى الشعب إن لم يكن هناك مخطط له مسبقا. طيب في الجزائر كيف يمكن الاستفادة مما حصل في تركيا الجزائر اليوم؟ لابد من تدعيم المعارضة، دعمها وتقويتها، وإن كان هذا يعني أمل ضئيل، بما أن المعارضة مهما كانت سواء كان الأحزاب سواء كانت قريبة من السلطة أو بعيدة يعني تورطت في كثير وساندت النظام في كل مراحله وصفقت ودعمت. نعم. يعني من الصعب يعني بعد حياة سياسية في الجزائر مع الغث المتواجد في الأحزاب أو في المجتمع المدني أو حتى يعني حتى الصحافة لديها دورها السلبي في هذا. لكن سيدة حدا، الشعب في تونس مثلا أسقط ديكتاتورية، في تركيا أمس أسقط انقلاب، ماذا عن الشعب الجزائري؟ دور الشعب الجزائري يبدو أن الكلمة الفصل في النهاية تبقى التجارب الحديثة، يعني هي للشعب هو الذي يختار إما الصبر على نظام ديكتاتوري أو إسقاطه. يعني أعتقد أن الشعب الجزائري جرح كثيرا ومل كثيرا من سنوات الدم، ورأى أن الذين جاءوا يعني خلفوا أو أزاحوا الحكم الإسلامي أو منعوه من الوصول ليسوا أحسن بأحسن منه، والسنوات الأخيرة والفساد الذي غرقت فيه البلاد جعل الكثير ييأسون من أي تغيير في المستقبل، وبالنسبة لهم المعارضة والسلطة هم يعني نجان لعملة واحدة ولا يستحق أي منهم الدعم، وأعتقد أن الشعب ربما سيقول كلمته لما يحين الأوان، ولا أدري، أتمنى ذلك، تبقى أمنيات، لأنني لا أرى يعني في الواقع شيئا يدل على أن سيكون هناك حراك أو تغيير ما في الأفق. شكرا جزيلا لك سيدة حدا حزام مديرة جريدة الفجر، كنت معي من الجزائر. أستاذ طيب محمد الطيب محمد العربي زيتوت، أعود إليك فيما يتعلق الآن بأنه مسرحية هذه حسب ما ذكرت السيدة حدا خط لها أردوغان، وأنه المقصود كان هو انتصار أردوغان، ما حصل هو انتصار أردوغان على خصومه، هل هو انتصار أردوغان أم انتصار الديمقراطية وانتصار قرار الشعب في النهاية؟ يقدر يجيك ضحك هستيري لما تسمع بعض التحليلات هكذا صراحة، يعني طيب يعني هذا موقف يبقى، لكن هي لا بس موقف خلينا موقف هذا كل واحد عنده قراءة مبنية على معليش معينة. أنا لك نقول لك هذا الموقف كانوا يقولوا الشاب عمره 20-25 سنة، يقولوا إنسان ما دخلش للمدرسة ما تعلمش، يقولوا واحد شاف فيلم هندي وبالك حب يعاوده ممكن، لكن سيدة عمرها 60 سنة شاركت في الانقلاب ودعمت الانقلاب
ومهدت للانقلاب وضخمت الانقلاب. استاذ عربي السيده غادرتنا الان، خلينا نحكي فيما طرحته في من افكار دون تشخيص الموضوع، مش تشخيص، انا اتكلم في الافكار اي بدون يعني ذكر اسماء، لان غادرتنا هي معك يا اخ سمير. نعم يعني انت راك تبالغ فيما تقول الان. كيف ماذا ابالغ؟ راك تقول لي بدون ذكر، انا نحكي في واقع تاريخي، يعني هذا هي راي السيدة حدا حزام غادرتنا الان. ليش ننتقد في السيدة حزة حزام؟ ليس لها امكانية الرد عليك. انا قلت لك وهي تكلم، قلت لك اسمع انت خليك اسمع، خليني اتكلم، خليني اتكلم وهي تكلم، قلت لك انا نرد على الدرس. استاذ عربي هدأ نفسك ساعه اولا. انا هادئ اي طيب، لكن ما نحبش تجي تعطيني درس انا كيفاش نرد على الناس. لا 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 انا لا اسمح في هذه الحصه، وانا لا اسمح لك ان تقول لي هذا الكلام. لا 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 وين تجاوزت عليها انا؟ انت وين تجاوزت؟ ماذا طلبت مني؟ قلت السيده ماذا طلبت منك؟ قلت السيده عربي خليني نكمل. تقدر تهدأ نفسك وتخليني نكمل. خلاص انا هادئ اكثر منك. انا قلت السيده وش قلت؟ قلت السيده لها موقف مع الانقلاب. وماذا قلت لك؟ غادرتنا فضلنا لما تغادر، بس لما تغادر، وانا مش ناقص في افكار يعني. قلت طيب انا ذكرت، لا ذكرت كلمه شخصيه عليها، قلت السيده وصل كانت وصل مع الانقلاب. لا بأس تفضل. لا ما نوصلش، اعطي الكلمه للاخ. طيب استاذ الطيب، مع كل اسف انا طبعا اسف لهذا التصرف. الاصل انا ما عرضتك، يعني اعطيتك بس يعني شكل اشكال التوجيه انه هذه السيده غادرتنا، فالافضل خلينا في افكارها لا اكثر ولا اقل. حاجه تكون عارفها، انا راني هنا مانيش باش نجي نسب الناس ولا لا، راني نرد على الفكره. انا في الناس انا احترمك واحترم ما تقوله. يعني اخي الفاضل شوف، فيه ناس عندهم موقف، انا قاعد ناقش في الموقف مش ناقش في شخصياته. انا ما تكلمتش انا. طيب احنا فيما يتعلق انها، انا عمري لن اتكلم على الخصوصيات الشخصيه تاع الناس، حتى لما نعرفها تكون بذيئه او سيئه ما نتكلمش على الخصوصيه. طيب انا نتكلم على مواقفهم. هذا موقف معروف يا يتكرر فيه. هي قالت لك انها في الجزائر، هي حتى لما كانت تقول بلي الامر مختلف، وبعدين جات قالت لك احنا هذا بالنسبه لها هذا فيلم، يعني ما حدث في تركيا فيلم بالنسبه لهم، ان اردوغان قام بهذا الاعمال باش يصفي خصومه. وكأن عندما يحدث مئات القتلى، ويحدث أن هليكوبترات تهاجم مقر الرئيس، ويحدث أنه يسيطروا على المطار، ويحدث أن الدبابات تنزل الشوارع ويقتل الناس في الساحات في تقسيم وفي غير تقسيم، وتقصف العاصمة، كل هذا الذي حدث ويجوا ناس يكتبوا يقولوا مؤامرة، يقولوا أن هذا دارها باش يصفي خصومه. أنا قريت هذا الكلام ولذلك حبيت نرد عليه، وقلت لك أنا لما يجي من ناس بسطاء تقدر تتفهمه لأنه يسمع كلام، لكن لما يجوا ناس اللي خبروا 25 سنة تاع خراب في الجزائر، 25 سنة تاع انقلاب أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، تدمير الوطن، تدمير البلاد، تدمير الدولة، تقزيمة إلى حد غير مسبوق، يحدث كل هذا، هذا اللي يؤلمك. يؤلمك ان ما تعلموش. طيب ويقعدوا يكرروا في نفس الكلام، ومن بعد يجي يقول لك انه اردوغان دار هذا الفيلم باش يقضي على خصومه. خلونا احترموا شويه العقل، يعني هو خصومه وقفوا معه، هو خصومه وقفوا معه بالضبط. نعم. اذا كانوا حتى الاكراد، حتى الأكراد. نعم. حتى الاكراد اللي مخاصمين واللي جزء منهم يحاربوا خافوا من عوده العسكريه التركيه. غازي انت خرجت بالاف المظاهرات في جنوب تركيا داعما لهذا اللي يزعم. وبالتالي انا مش ضد ما قلته انت، فقط لما قلت لي راهي غادرت انا ما عنديش قضايا شخصيه معاهم. نعم. انا هذا خلافي معهم على الوطن مش على الاشخاص صراحه. أكيد. يعني استاذ طيب، في نفس الاتجاه فيما يتعلق بالدروس اللي ممكن تستفيدها الجزائر الان واحنا في نهايه الحصه مما حصل، سواء على مستوى الانقلاب العسكري او مستوى عامل الأحزاب السياسية مع هذا الانقلاب العسكري وردة فعل كذلك الشعب التركي. والله شوف، أنا نريد نعمل إشارة هنا. نعم. مهمة ذكرها الأخ محمد العربي وهي مهمة جدا، لأن الكثير من الناس تقول طيب لماذا المنطقة العربية تنجح فيها الانقلابات، سواء كان في نعم. الجزائر وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن في كل المناطق، ليش المنطقة العربية ما زال العسكر فيها محدد في السياسة، وعندما يتحرك يستطيع أن ينجح وأن يخدع وأن يقتل بلا رقيب؟ الإشارة اللي ذكرها الأخ محمد العربي مهمة جدا، هو أنه الجزائريون وقفوا في الانقلاب وبقوا يتظاهرون من المساجد ومن غير الأماكن، برغم ربما خذلان النخبة وخذلان جيران الجزائر وأصدقائها من الأوروبيين والعرب وغيره. هذه نقطة مهمة جدا. معنى ذلك أنه كما قلت أنا، أنه في الجزائر وفي مصر روح الإقدام وروح العطاء ليست قليل، ولكن الأساس المشكل الكبير هنا في النخبة من جهة المستقوية بالخارج، وفي الجانب الثاني في الانشقاقات
الانشقاقات المجتمعية، هذه الحرب المدنية أو الحرب الأهلية ما بين الإسلاميين والعلمانيين خربت الدنيا في مصر وخربت الدنيا في الجزائر. صحيح الآن ثم مرحلة التجاوز، والآن وجدنا نشوف العلماني والإسلامي يقفوا مع بعض، مجتمع مدني يقف مع بعض من أجل نشر الديمقراطية والدعوة إليه ومواجهة السلطة، ولكن في جميع الحالات الجزائر الآن تتجاوز تلك المرحلة القديمة وهي في بالها في تاريخها ما تفتخر به من مقاومة للإنقلاب، وما تفتخر به الآن أن الانشقاقات المجتمعية ما بين إسلامي وعلماني أصبح إن شاء الله من التاريخ، وأيضا ما استعمل وما ظهر من فكر ديني متطرف يعادي الديمقراطية ويزيد من توريط أو يزيد من تسلط السلطة القائمة، هذا الفكر بدأ يتراجع، استعمل صحيح من أجل مواجهة أو من أجل تدعيم الانقلاب وإعطاء المبرر، ولكنه الآن أصبح يرتكس إلى الخلف، والرؤية المدافعة عن الحرية والديمقراطية سواء كانت من خلفية إسلامية أو سواء كانت من خلفية علمانية أصبحت تقترب من بعض. هذا في الجزائر مبشر، هذا في الجزائر مبشر. صحيح ثم فساد، صحيح ثم فساد مستشري، ثم نظام معناها ألقى بكل أوراق الجزائر الخارجية من أجل البقاء، هذا كله قائم، وليس في الجزائر فقط، وأيضا في تونس. في تونس أنت ذكرت التجربة الديمقراطية، في تونس لما جبهة الإنقاذ حاصرت البرلمان، الرجل رئيس المجلس التأسيسي الذي قيل جاء به حتى ينتج نظام ديمقراطي أخذ المفتاح وأغلق. البارح ماذا رأينا؟ رأينا البرلمانيين الأتراك يقفون في البرلمان تحت القصف، تحت القصف، ويقولون لن نذهب من هنا. شوف الطريق. بينما في جبهة الإنقاذ في تونس أين مناضلي حركة النهضة ومناضلي حزب المؤتمر حينها؟ لماذا لم يدخلوا بعنوة إلى داخل المجلس التأسيسي ويقولون لن نخرج من هنا، هذا مكان الشعب أوصلنا إليه ولن تخرج منه جبهة الإنقاذ؟ لم يحصل. إذن كما قلت لك عمليا ثم في الجزائر وفي غيرها من الدول الجانب الانشقاق الإسلامي العلماني تراجع للخلف. طيب. الوحدة النخبة من أجل الدفع بالديمقراطية والحرية يتقدم. صحيح ثم الآن عائقان أساسيان، أولا التدخل الأجنبي الذي يدعم بقوة يدعم الثورة المضادة أو يدعم الأنظمة الدكتاتورية، وثانيا الفساد الذي يريد أن يشتري كل شيء، الفساد يريد أن يشتري النخب والإعلام ويشتري حتى الشعب، لأنه يتركه جائعا ويقول له إذا أردت أن تأكل تعال إلى هنا. وهذا صائر في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي كل الدول العربية، وهذا هو التحدي الكبير الآن أمام الديمقراطيين، مواجهة هذا الفساد الذي يريد أن يشتري كل شيء. أستاذ محمد العربي، الآن بعد هذا الانقلاب واضح أنه جملة عوامل ساهمت في حماية المسار الديمقراطي في تركيا، في بلدنا العربي سواء كانت اللي في ثورات الآن نجحت إلى حد ما كتونس، التي ما زالت الآن في الطريق مثل ليبيا، أو ما حصل انتكاسة مثل مصر، أو في الجزائر التي تبحث على مخرج، كيف يمكن حماية خيار الشعب؟ الطريقة التركية قد تكون نموذجا، لكن هؤلاء أتراك، البعض يقول نحن عرب فكرنا وعلاقتنا وتصرفنا مختلف تماما، كيف يمكن حماية فعلا المسار الديمقراطي الحالي في الدول العربية؟ هو ليس فقط المسار الديمقراطي، كيف يمكن حماية البلدان من أنها لا تدخل في دوامة الحروب؟ يعني إحنا حتى لو كان مثلا في الجزائر مثلا لو كان لما قاموا بالانقلاب و ضغطوا على القضايا السياسية وضغطوا، لكن تركوا حريات الناس، ما اعتقلوش الناس بالآلاف، ما قتلوش الناس بالآلاف، ما عذبوش الناس بالآلاف، ما شردوش الناس، ولو ملايين خرجوا للخارج. في الداخل تدمير للبلاد. يعني الديمقراطية هي راهي جزء فقط من الموضوع. طبعا كاين بلدان وقعت فيها انقلابات، مثلا حتى في تركيا في 97 الانقلاب اللي أطاح بأربكان أطاحوا به، لكن لم يستسل دماء وحافظوا. لم يقتلوا الشعب، لم يدخلوا الناس السجون، مع الحكومة بقي البرلمان بقي الدستور. نعم، حلوا الحزب اللي مختلفين معاه واعتقلوا 10-15 لكن انت راهي الان ما هيش قضية ديمقراطية، قضية وجود الوطن في خطر. الجزائر اليوم وجودها في خطر. يعني الانقلابات تهدد وجود الوطن، تهدد الوجود وتهدد الوطن، تهدد البلد، تهدد الانسان، قتل الانسان، قتل العقل، قتل الاخلاق، هذا هو الخطورة. الانقلابات خطر، والجيوش عندما لا تكون تحت التحكم المدني، ولذلك انت راهو
حتى في الثوره الجزائريه صار هذا، وقع اول اغتيال على هذا الموضوع، لا بريموتي دي بوليتيك كما يسمى على الميليتير، يعني أولوية السياسي على العسكري. نعم. العسكري لماذا هنا في أوروبا، أنت صار استفتاء قبل أسبوع أسبوعين هنا، لماذا الناس لم تتوقع انقلاب من الجيش البريطاني مع أن المؤسسة الحاكمة كلها كانت ضد الاستفتاء كما تعلم. نعم. لماذا؟ هناك أدوات ما يسمى بالتحكم في الأجهزة العسكرية والأمنية. الأدوات هذه هي أدوات علمية، يعني هي 1 2 3 4 لازم تعملهم. وهذا لما تقوم بهم بما فيها تثقيف العسكر، تثقيف الشرطي، تثقيف في قضايا حقوق الإنسان. في قضية ثم أن يخضع للمدني المنتخب، لكن يكون صح مدني منتخب، ماهوش برلمان حفافات، لأن أيضا ثم ذاك الوقت سرجان خير من هذيك البرلمانية اللي جات بالتزوير، ومع احترامي للسرجان اللي هو بالفعل يقوم بعمله يعني. فأنت عندك مجموعة أدوات قانونية سياسية تربوية تقوم بها، ولكن عندك تقوية الشعب. عندما عندك شعب قوي ينتج إعلام قوي، الإعلام يربي الشعب، يساهم في تربيته، لأنه الآن دائما الأسئلة يقول لك، وجاتني كثير من الأسئلة، الشعب هذا ما يسواش، الشعب ما كذا، ما يقدرش يغير. كيفاش يغير إذا كان المدرسة دمرت، الأسرة تدمر، المسجد يدمر، الإعلام يدمر، كل شيء يدمر، والحكومة سياستها هي تدمير العقل. كيفاش منين يجي الخير ومنين يجي الشعب؟ سأعود إليك إلى مصر الآن. مشاهدي الكرام، ينضم إلي من هناك المحامي والناشط السياسي الأستاذ أسعد هيكل. أستاذ أسعد، مرحبا بك. ما هي ردود الفعل في مصر حول ما حصل، هذا الانقلاب الفاشل في تركيا؟ يعني أهلا بك يا أستاذ سمير أولا، وحشتنا طلتك الجميلة عبر قناة المغربية. الله يبارك فيك، أهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. في الحقيقه يعني احنا بننظر الى ما حدث في تركيا وكانه مسرحيه هزليه، اقول وكانه لان هذه الحركه تبدو غامضه، من الواضح تماما انها حركه محدوده جدا لا ترقى لكي توصف بانها انقلاب عسكري. قد تسميها بعض الضباط او بعض افراد يقال أنهم عسكريين قاموا بعمل عدة أثمنة في الطرقات. سيد أسعد، لم أرى غامضة. غامضة، قلت غامضة لأنها لم تنجح. لما بدا من مظاهر تبدو كأنها مسرحية، يعني أنا لم أرى في حياتي أن هناك جيش نظامي يقوم بخلع ملابسه ويقوم بأن يسمح لقوات الشرطة بالاعتداء عليه، وكذلك أفراد عاديين. نحن تعلمنا في العقيدة العسكرية أن السلاح معي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، لكن أن يسلم هؤلاء بهذا الشكل المهين في حقيقة الأمر، أو حتى أن يقوم شعب بإهانة أفراد جيشه بهذه الطريقة التي رأيناها على شاشات التلفاز، هذا أمر أقول وأوصفك أنه شبه تمثيلية وأمر غير مقنع. على أي حال، نحن ننظر إلى هذه المسألة بما تختلف كثيرا عما حدث في مصر. إذا افترضنا أن الجيش في تركيا فردا جدليا لأنه كان بسبب الانقلاب على القيادة السياسية هناك، فإن هذه الحركة العسكرية المحدودة لم يسبقها استدعاء شعبي، أو حتى على الأقل لم يتعاثر معها هذا التأييد والمساندة الشعبية. يا أستاذ أسعد، هل كنت تابع التلفاز ليلة أمس أم لا؟ نعم بالتأكيد. طيب، لا كيف تقول، يعني ما قولك في تلك الآلاف حشود في كل مدن تركيا بما فيها أنقرة التي فيها حرب يعني حقيقية؟ الشعب لم يخشى الحرب، لم يخشى القتل، نزل للشارع وبنفسه كثير من الآليات العسكرية هو التي أوقفها في الشارع معرضا نفسه أو متمددا أمام الدبابات. يعني ألا يعني كل هذا حماية ليس لأردوغان بل حماية لهذا المسار الديمقراطي الذي انخرط في حمايته كذلك حتى الخصوم السياسيين؟ يعني أنا أتفهم وجهة نظر سيادتك، ولكنني أتحدث من خلال وجهة نظري أنا بإسقاط أو باستدعاء بعض يعني يحاول، أو حتى أنت منذ لحظات مع الأستاذ الصديق العزيز الأستاذ طيب استدعيتم الثورة المصرية. نعم. وتسيرون على وصفها بأنها انقلاب يشابه ما حدث في تركيا مع فارق النجاح هنا عن الفشل هناك.
وأنا أجيب في إطار هذا الأمر، يعني من واقع معايشة عشتها بنفسي هنا في القاهرة لأحداث ثورة 30 يونيو العظيمة، حينما حدد الشباب من طريقة 25 طريقة ثورة 25 في حقيقة الأمر هم الذين حددوا موعد 30 يونيو قبل بدئه بأكثر من 3 أشهر كاملة، وحددوا هذا الموعد للخروج إلى الشارع ومطالبة جماعة الإخوان المسلمين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن المشكلة أستاذ أسعد أنه بعد ما حصل هذا الانقلاب، البعض يسميه، أنت تسميه التحول أو الثورة، هذا الانقلاب أكل أبنائه، يعني وين هما البرادعي، وين 6 أبريل، وين من الشخصيات التي دعمت هذا الانقلاب، كلها ذهبت الآن، منهم من هو في السجن، منهم من هو مشرد في الخارج، منهم من حل كجبهة الإنقاذ، كذلك لم يبقى شيء إلا قائد الانقلاب والبعض القليل معه. يعني خليني أنا أسر على رأيي وعلى موقفي وعلى تحليلي للأحداث. لما لم يكن انقلابية كانت سلمية عظيمة هدفت إلى تصفيه مصاصة والـ25 بعد أن اختطفتها جماعة الإخوان المسلمين. ودليل ذلك أن حتى إذا استدعينا مقارنة ثورة 25 بثورة 30 يونيو، ستجد أن الجيش نفسه نزل الشارع بعد نزول الشعب ب4 أيام في كل منهما. يعني ثورة 25 انطلقت يوم 25 يناير، الجيش نزل يوم 28 يناير، 30 يونيو انطلقت في 30 يونيو، الجيش نزل يوم 3/7. طيب، وبالتالي استدعاء الجيش هنا كان من الشعب. هذا هو الفرق الكبير بين ما حدث في مصر وما حدث على فرض أنه انقلاب في تركيا، فلن يكون لدينا انقلاب. نعم. وأيضا تولى السلطة في 30 يونيو أو تحديدا بعد 3/7 تولاها رجل مدني هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان هناك فترة انتقالية مدة 2 سنين. ألا ما تشير إليه من التنكيل أو من بعض الخلل في مجال حقوق الإنسان أو بعض اضطراب في الحياة السياسية المصرية، فلا أحمل السلطة الحاكمة هذه المسؤولية بقدر ما أحملها للفصائل المدنية التي لم تقدم المصلحة العامة ولم تعمل على بناء تنظيم مدني قوي سواء في الانتخابات البرلمانية أو في الانتخابات. طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ أسعد هيكل، محامي والناشط الحقوقي، كنت معي من القاهرة. طيب الغلوفي، متى تعليقك على ما كان يذكر الأستاذ؟ والله الحقيقة شوف، أنا الأستاذ صديق يعني أسعد هيكل، ولكن يعني لو أنا جيت قلت لك المكان الذي يجلس فيه مقدم البرنامج ويقع يجلس فيه ضيف الحلقة وتبث عبره القناة، تقول لي مثلا مقهى، كيف يعني؟ هذا هو الاستوديو عمليا الآن. ولما نقول الانقلاب يأتي، نعم، يفرض الأحكام العرفية، يدلس الانتخابات، يلغي الحياة الديمقراطية، يقولها حتى أنصار، يقولها الرئيس ذاته، يقول ماذا تفعلون بالديمقراطية أنتم، يقول هو تصحيح. كيف تصحيح يعني؟ يعني إذا 25 يناير ثورة تريد أن تفرض الحرية والعدالة في مصر، ويقول أسعد هيكل أن تصحيح، هذا تصحيح؟ يا أخي الذي قام بالانقلاب وضعهم في سجن وقال لا تحتاجوا، قال للمصريين لا تحتاجوا للديمقراطية ودلس الانتخابات. لماذا استاء المصريون كثير من الرموز وسائل الإعلام مما حصل من هذا الفشل اللي حصل في تركيا؟ لسبب بسيط. أولا، أكثر رئيس في العالم الآن وقف ضد الانقلاب في مصر هو أردوغان. حتى إنهم، حتى الحكومة المصرية تريد أن تفتح خطوط لكل من يحارب أردوغان، اليونان وروسيا وبشار الأسد وإيران، فقط لمواجهة أردوغان. فهم إذن عدوهم الأول. ولذلك البارح الذي يشاهد القنوات المصرية كانت عملية ردح رخيصة، ليدعون الجيش لسحق المتظاهرين، وقبلهم قالوا ندعو المواطنين الخروج للشوارع لدعم، نعم، الانقلابيين، يظنون أنفسهم في القاهرة. هذا الجيش هو سليل العثمانيين، هذه الدولة كانت تحكم أوروبا وتحكم القاهرة ووصلت جيوشها إلى مشهد في إيران. يظن نفسه هذه الثقافة، اسمح لي بين قوسين، الثقافة الفرعونية التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي ويعبر بها عن أسوأ ما يوجد في الثقافة المصرية. يعني عمليا الآن أنا حقيقة مستاء من موقف الصديق سعد، وكنت أظن أنه، نعم، الآن النخبة المصرية عليها أن تراجع أنفسها، والذين وقفوا مع عبد الفتاح السيسي وبرروا جرائمه كان عليهم الآن أن يقولون
كان خطأ تاريخيا ما كنا يجب أن نقوم به، ولكن العناد الذي يردي بصاحبه إلى المهالكة. أستاذ عربي، في اختصار شديد، كيف يمكن الآن استعادة زمام المبادرة خاصة فيما يتعلق بالشعوب العربية؟ عندما ينتهي الدجالون صراحة، عندما ينتهي الخطاب المقلوب الذي يقلب الحقيقة، عندما ينتهي الذي يقول لك أنه وأنت في وضح النهار والشمس طالعة يقول لك لا نحن في الليل، عندما ينتهي الذي يقول لك لا الذي حدث يعني 40,000 أو أكثر رجل حر في السجون بما فيهم النساء أيضا، آلاف القتلى، مئات الآلاف من المشردين، تدمير الاقتصاد المصري، الجنيه الذي كان يساوي 6 جنيه مقابل 6 دولار مقابل 6 جنيهات الآن يساوي 11 جنيه أو يزيد، الاقتصاد خراب، الأمراء الخليجي يعبثون بمصر وما أدراك ما مصر، 100 مليون تقريبا يعبث بها أمراء الإمارات وأمراء غيرهم، كل هذا وهو يرى يعني حاكم معتوه، عندما يتحدث تشعر أنه معتوه حقيقي ما هوش حاكم، كل هذا وهو يرى التدمير السياسة الآن، وين أنت ذكرت بعض منهم البلاد، وين الآخرين، وين 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 اللي كانوا متزعمين مثل صباحي ومثل عبد الفتوح ومش عارف، وين كل هؤلاء؟ مصر قزمت تماما، إسرائيل تعبث في مصر كما تشاء، سيناء تقنبل، غزة ما تختنق، ومن بعد يجي يقول لك مثل السابقة اللي كانت قالت لك عن النظام، إذا لم ينتهي هذا المنطق وهذا الكذب كيف ينتهي؟ كيف ينتهي؟ كيف ينتهي؟ هو تقوية الشعوب، هو تربية أن الشعوب تعطيها القوة، والشعوب ما تستطيع أن تعطيها القوة إلا عندما تأتي حكومة راشدة وناس يؤمنون بالوطن ويؤمنون بالشعب ويقووه، الشعوب لا تأتي هكذا من فراغ، يجب أن تكون في مجتمع، نحن لسنا في مجتمع، نحن شعوب مهلهلة ولسنا مجتمعات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، الشهيد طيب الغيلوفي الخبير الشؤون المغاربية، شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد، معذرة مرة أخرى على ما حصل. الشكر إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة، طبعا التغطية ما زالت متواصلة مع باقي الزملاء فلا تغادرونا.